اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الدجاج على الطريقه الهنديه. المقادير اللي عندنا: عندنا صدر ديال الدجاج مقطع كروات، عندنا نص كاب ديال ياغورت، عندنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال غرام مسالا، شويه ديال الحار حسب الذوق، جوج دراس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال قزبر حبوب، ومعلقه صغيره ديال التحميره، والملحه حسب الذوق، معلقه صغيره ديال العسل، وثلاثه الحبات ديال الكاردامون، وعشرة ديال الحبات ديال البزار. وعندنا واحد مطيشه مطحونه، ومعلقه كبيره ديال مطيشه كونسونطري، حليب نص كاب، وعندنا واحد البصله متوسطه مشلده، كاب ونص ديال الرز بسمتي، وعندنا الزيت زيت العود. اول حاجه غادي نرقد هذا الدجاج. ندير الياغورت، ندير التوابل كلها، ندير هاد الحبات ديال الكاردامون، هاد الحبات ديال البزار، المليحة، والعسل. صافي، ونخليها تقاد واحد ساعة. هاد المقادير اللي صاوبت انايا ديال ثلاثة الاشخاص. دابا غنزيد عليه ثلاثة الكيسان ديال الماء، واحد، جوج، ثلاثة، الماء القياس ديالو فشيط. يغلى الروز وغادي نقص عليه العافية مهيلة حتى يشرب الماء كامل اللي فيه ونطفي عليه. قياس ثلاثة المعالق ديال الزيت. غندير البصلة تشحر، نبدا نشحر مزيان هاد البصيلة حتى طيح، عاد نزيد ما تشحر ونزيد داكشي اللي باقي.
دابا غنزيدو الكونسونطري ديال الماكاش. غنزيد الماكاشة هاد طرية، دابا غنقص عليها العافية وغنغطيها نخليها تشحر شوية. دابا تشحرات شوية غادا نزيد الحليب. نخليها تغلى شوية. دابا غنزيد هاد الدجاج اللي رقدت. صافي ودابا غنخليه يطيب. الرز ديالنا هو طاب، نشف شرب كاع داك الماء اللي درنا عليه، دابا طاب صافي. دابا غادي نقص عليه العافيه ونخليه يطيب. بسم الله.
زوينه، جربوها راه لذيذه بزاف، جربوها وبالصحه والراحه وكلها زوينه.